السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم. اليوم تجربة علمية جميلة للهواة، منها نقوم بجولة على إحدى السواحل ليلا للبحث عن أحجار الكهرباء، وفي نفس الوقت نحاول أن نستعمل الأشعة فوق البنفسجية لكي نحاول أن نجد الأشياء التي لا تستطيع العين البسيطة أن تجدها، وما هي المؤثرات التي تتأثر من خلالها الأشياء أو الأشياء البحرية وغير البحرية من ناحية الأشعة فوق البنفسجية، وما هو سبب تأثر هذه الأشياء. تعالوا معي عزيزي المشاهد لهذه التجربة البسيطة على أحد السواحل، وبعد ذلك نقوم بالتجربة العلمية لكي يستفاد منها الجميع. ونظرا لطلبات المشاهدين الذين كتبوا لي وأنا أشكرهم، لذا سوف أقوم بهذه التجربة الجميلة، فأرجو لكم مشاهدة ممتعة مع هذه الرحلة العلمية والجميلة، فابقوا معي. السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم، نحن الآن ليلا في أحد السواحل لكي نبحث عن الكهرباء. انظروا إلى هذه العظمة الصغيرة، اليوفي، الأشعة المتخصصة لاكتشاف أو لمعرفة الكهرباء. نحن الآن على الساحل، نحاول الآن، انظروا مثلا هذه، نعمل تجربة بسيطة، انظروا الكهرباء يعطي نفس هذه الإضاءة، سبحان الله. نقوم الآن بجولة، هناك شيء مضيء، هناك نوع من الخيوط أو من الأعشاب البحر الفسفورية. نقوم بالجولة، هذه أيضا نحاول أن نكتشف أشياء جميلة ليلا عن طريق هذا المصباح الجميل. هناك شيء ما مضيء، خرز، من خرز التي يستعملها الأطفال. نحاول نبحث عن أشياء مثيرة، نوع من أصباغ البحر، صبغ مصبوغة على البحر، طباشير، الله أعلم، لكنها يورانيوم بحري. طبعا وجدنا شيء هناك في الماء، نحاول أن
نقرب نشوفه. قطعة بلاستيك. بلاستيك؟ قطعة بلاستيك. قطعة بلاستيك جميلة شكلها. قطعة بلاستيك همينة أظن. قطعة بلاستيك فسفورية. هناك شيء فسفوري. نكيت قطعة بلاستيك. نكون محظوظين إذا وجدنا الكهرب. يوم أمس كانت هناك رياح شديدة. نحاول أن نبحث عن الكهرب. والله بابا ما ادري. شوف ماكو شيء. مادة خضراء لون اخضر فسفوري. هاي ها لون اخضر اصفر فسفوري. صراحة ما نعرف، يمكن ممكن يكون مادة طباشير أطفال يلعبون على البحر. ممكن تكون ألوان. هاي ألوان ألوان ألوان. شيء صبغ. هاي صبغ. أقطع خشبة. بلاستيك. بلاستيك. طب شوف. ضوء على السنة. صبغ. أشياء جميلة حمراء. بلاستيك. سوري. بلاستيك. سوري. الياس.